نافذة القاهرة على آسيا، أهلا بحضراتكم، وهذه إطالة جديدة على أحداث آسيا. أبرز أحداثها ما يحدث في الصين. الصين تقر بعقوبة الإعدام على من يخفي إصابته بمرض كورونا أو بفيروس كورونا. هذا هو موضوعنا الرئيسي، ماذا لدى الصين في مواجهة هذا الفيروس الجديد؟ ابقوا معنا بعد قليل. نبدأ هذه القراءة الإخبارية في بداية هذه الإطلالة من إيران. في ملفها قال فيصل فرحان وزير خارجية السعودية خلال مشاركته في أعمال الدورة 56 لمؤتمر ميونخ للأمن، قال فيها إن بلاده يمكن أن تدخل في مفاوضات مع إيران عندما تتوقف إيران عن أنشطتها المهددة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. لقد هاجموا منشآتنا النفطية وأطلقوا 16 صاروخا عليها مهددين الاقتصاد العالمي، وإيران تزود الحوثيين بالصواريخ البالستية وأسلحة أخرى يتم إطلاقها على مدننا الحضرية. رسالتنا لإيران دائما هي أنه بمجرد أن تكون على استعداد للإقرار بأن سلوكهم في المنطقة هو المصدر الرئيس لزعزعة الاستقرار، وأن الأنشطة كإطلاق صواريخ باليستية على دول مجاورة لا يسهم في تحقيق الأمن، فحينئذ يمكننا بحث إمكانية إجراء مباحثات. أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال مشاركته أيضا في مؤتمر ميونخ للأمن، أكد إن بلاده تعمل بشكل وصفه بالجاد على محاربة تنظيم داعش وأفكاره المتطرفة، فضلا عن قيامها بحماية مضيق هرمز بهدف ضمان أمن الخليج حسب ما قال. بومبيو اتهم إيران بانتهاك سيادة كل من العراق ولبنان عبر التدخل في شؤونهم الداخلية. بومبيو أكد أيضا أن دور بلاده الداعم لحلف الناتو ولأعضائه، وأعرب عن رفضه لتصريحات الرئيس الألماني وانتقاداته التي وجهها للرئيس دونالد ترامب. أعضاء آسيا في ميونخ الألمانية التي قال فيها أيضا ردا على سيل التصريحات من هناك محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران خلال هذه المشاركة قال فيها إن سياسات واشنطن تجاه بلاده تسيطر عليها حسب ما قال أوهام كثيرة. الولايات المتحدة واهمة بشأن إيران. أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب لسوء الحظ ليس له مستشارون جيدون، إنه ما زال ينتظر انهيار الحكومة الإيرانية منذ سحاب بلاده من الاتفاق النووي. في هذا الوقت تلقى ترامب وعدا من جون بولتون بأن ممارسة أقصى الضغط على طهران من شأنه فرض الركوع على إيران خلال بضع شهور. جواد ظريف في نفس هذه المنصة في ميونخ قال إن الولايات المتحدة تريد أن تتعامل مع نظام إيراني جديد. لا يتعلق الأمر ببدء محادثات مع الولايات المتحدة، إنما عودة واشنطن مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات القائمة بالفعل. كنا نلتقي كل 3 شهور حول مائدة المفاوضات حتى أبريل من عام 2018. الآن يمكن للولايات المتحدة أن تعود للمفاوضات. لم تلقى اقتراحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي آذانا صاغية من الرئيس ترامب الذي أراد التعامل مع نظام إيراني جديد. نفى وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي الاتهامات الأمريكية لإيران بأن برنامجها للأقمار الصناعية له بعد عسكري، وأكد وزير الدفاع الإيراني أن الهدف مدني وليس عسكري، وذلك بعد أيام. هذه الاتهامات والاتهامات المضادة جاءت بعد أيام من فشل تجربة إيران الأخيرة لإطلاق قمر اصطناعي إلى الفضاء. حاتمي وهو وزير الدفاع الإيراني أشار إلى أنه ليس هناك أي حظر في العالم على برنامج الأقمار الصناعية الإيراني. كانت واشنطن قد اتهمت طهران باستخدام برنامجها للأقمار الصناعية كغطاء لتطوير برنامجها الصاروخي. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن التكنولوجيا الخاصة بإطلاق القمر متطابقة تقريبا لمهارة صاروخ باليستي بعيد المدى. نتحول إلى روسيا التي نظم فيها المئات من معارضي التعديلات الدستورية في روسيا نظموا جميعا مظاهرة للتنديد بما تضمنته هذه التعديلات من نصوص تعزز من صلاحيات الرئيس ومن دور مجلس الدولة الاستشاري في روسيا الاتحادية.
على الرغم من عدم تمديدها فترة ولاية الرئيس الروسي، تواجه التعديلات الدستورية في البلاد معارضة اتهمت الرئيس فلاديمير بوتين بترتيب نظام إلى ما بعد مغادرته الحكم عام 2024. في موسكو تظاهر المئات من مختلف الأطياف السياسية ضد التعديلات الدستورية التي أعلنها الرئيس بوتين في منتصف يناير الماضي، ومن شأنها تعزيز صلاحياته ودور مجلس الدولة الاستشاري. وقد حظيت التعديلات بتصديق مجلس النواب عليها بالإجماع في قراءة أولى نهاية الشهر الماضي. الدستور الذي يعرضونه علينا لمناقشته والموافقة عليه ويتم تمريره لا يمكن أن نعتبره دستورا عاديا يحظى بصفة الأمثل لبلادنا. ومن جانبه كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجنة الانتخابات المركزية ببدء الاستعدادات لإجراء استفتاء شعبي على تعديلات الدستور الروسي، وأفاد بيان للكريملين بأن الرئيس الروسي وقع مرسوما يتعلق بضرورة ضمان مشاركة مواطني البلاد في اتخاذ قرار بشأن التعديلات. ومع ذلك بدا التوجس ماثلا في جانب المعارضة. ليس الدستور شأنا شخصيا، إنه شيء يخص الشعب الروسي، وليس للرئيس بوتين الحق في إضفاء التعديلات التي يراها فيه. وبين اتجاه الرئيس والبرلمان الروسي سريعا إلى إقرار التعديلات الدستورية من جانب ومعارضة الشارع من جانب آخر، تبقى الكلمة الحاسمة للشعب الروسي في إقرار التعديلات أو بقاء الدستور دون تعديل. وننتقل إلى باكستان، حيث تم تنظيم مؤتمر دولي حول اللاجئين الأفغان بمناسبة مرور 40 عاما على تواجدهم داخل الأراضي الباكستانية. وزير خارجية باكستان قال إن بلاده تعتزم إعادة اللاجئين الأفغان داخل أراضيها إلى وطنهم مرة أخرى بموجب اتفاق حوله توافق دولي. We feel that collectively we have to نشعر أننا وبشكل جماعي اتفقنا على خارطة طريق لإعادة اللاجئين الأفغان إلى وطنهم، وهو أمر يدعمه المجتمع الدولي ويتمتع بموارد جيدة. نفهم أيضا أن عامل انسحاب بات ممكنا، وباكستان أسهمت في عامل الانسحاب هذا بتيسير السلام والمصالحة في أفغانستان. من ناحية أخرى، وأبقى قليلا داخل باكستان التي استدعت فيها وزارة خارجيتها دبلوماسيا كبيرا في المفوضية العليا للهند داخل باكستان، احتجاجا على انتهاكات القوات الهندية يوم الجمعة الماضية لوقف إطلاق النار على خط السيطرة الفاصل بين شطري إقليم كشمير المتنازع عليه بين الدولتين. حثت باكستان الجانب الهندي على احترام تفاهم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في عام 2003، والتحقيق في هذه الحوادث وفي غيرها من انتهاكات وإصدار تعليمات للقوات الهندية باحترام وقف إطلاق النار. كما أكدت الخارجية الباكستانية أنه لا يمكن للهند أن تصرف الانتباه بعيدا عن وضع حقوق الإنسان المتدهورة داخل إقليم كشمير عن طريق زيارة التوترات على طول خط السيطرة. من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومة الهندية إلى احترام حقوق الإنسان داخل إقليم كشمير. دعوة غوتيريش جاءت خلال كلمة ألقاها خلال حفل التنمية المستدامة وتغير المناخ الذي عقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. من الواضح أننا تبنينا موقفا حول الحاجة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ولوقف التصعيد بشكل فعال والحوار المرتبط بذلك، مع شرط آخر مهم للغاية هو الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات في جامو وكشمير. فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، قمت بزيارة مجموعة المراقبة العسكرية التابعة للأمم المتحدة. نعتقد أن المجموعة ينبغي أن تتمتع بحرية كاملة في تحركاتها. ذلك يحدث على الجانب الباكستاني، ونأمل أن يتحقق أيضا على الجانب الآخر، وسوف نعزز قدراتها كي تتمكن من تنفيذ مهامها بشكل أفضل. في إندونيسيا، أعلن مسؤولون إن سجناء غاضبين أشعلوا النار في سجن مكتظ بجزيرة سومطرة الإندونيسية خلال أعمال شغب داخل هذا السجن. وقالت الشرطة إنه تم إرسال 8 سيارات إطفاء للسيطرة على هذا الحريق، كما تم نشر حوالي 500 شرطي وجندي لمنع السجناء من الفرار. وأشارت التقارير الأولية إلى أن أعمال الشغب اندلعت احتجاجا على معاملة الحراس ل4 سجناء ووضعهم في عزلة بعد ضبطهم وهم يتعاطون المخدرات.
وحول أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في دول العالم، في مصر هنا أعلنت وزيرة الصحة والسكان إن جميع المصريين العائدين من جزيرة وهان خرجوا من الحجر الصحي وهم بصحة تامة، ولم يصب أحدهم بأي أضرار جراء هذا الفيروس. بعد 14 يوما قضاها 617 شخص ما بين فرق طبية وتمريضية وجالية مصرية بالحجر الصحي، تم مغادرتهم جميعا بعد انقضاء مدة العزل، وعودة 302 من المصريين العائدين من مدينة أوهان الصينية إلى ديارهم سالمين آمنين ومعافين تماما من وجود المرض بعد ثبوت التحاليل المعملية خلوهم من الفيروس وسط إجراءات احترازية طبقت وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية. وقدرنا ان احنا ندير على مدى 14 يوم من اقامتهم كل الاحتياجات الصحيه الخاصه بموضوع الكورونا او الخاصه بالاحتياجات الخاصه لكل مواطن او حتى من الاطقم اللي شغاله على التيسير والاشراف. الحمد لله النهارده نقدر نقول ان كل الناس بخير ويرجعوا لبيوتهم وانتهت فترة الحضانة وتأكدنا من خلو كل المجموعة من الإصابة، الحمد لله ما فيش أي إصابة وسلامة كل الأطقم الطبية والإدارية اللي اشتغل. التجربة المصرية في عزل المصريين العائدين من مدينة أوهان الصينية تعد تجربة فريدة أشادت بها منظمة الصحة العالمية في تطبيقها منذ مغادرتهم من مدينة أوهان الصينية. كان في يعني تنفيذ صارم واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى اللي الحمد لله ساهمت بشكل كبير جدا في التحكم في انتقال أي أمراض. تم عمل مستشفى الإحالة جهزت على أعلى تجهيزات، 40 سرير رعاية مركزة، 40 جهاز تنفس صناعي، 40 مونيتور، معمل فيروسات على أعلى مستوى بتعمل فيه البي سي آر اللي وفيه متوفر فيه الكتسات بتاع حالات الكورونا المستجدة. كان في الحقيقة تلقين من قبل الأطباء وعرض مفصل لكل الاحتمالات بحيث ان المخاطره اللي احنا ناخدها تكون مخاطره محسوبه ونقدر نرجع بركبنا بسلامه الله. والحمد لله النهارده احنا بنحتفل بان كل الناس خارجين وما عندناش اي اصابات بفضل الله تعالى. الجاليه المصريه بعد انقضاء فتره العزل بالحجر الصحي بمطروح انتابتهم حاله من السعاده والفرحه بعودتهم الى ديارهم، مؤكدين على الدور الوطني الذي قامت به مصر بجهاتها المعنيه كافه في عودتهم سالمين الى ديارهم. فرحانين والله ان احنا يعني كتب لنا حياه جديده وعمر جديد. والله احنا واولادنا كنا بنخاف، احنا كنا بنموت كل يوم ألف مرة. ده اختيار للدولة المصرية للمكان ده بالذات وفي منطقة كويسة، والحمد لله الجو هنا كويس والخدمة كانت كويسة جدا، طقم تمريض 24 ساعة. عود حميد لأبناء الجالية المصرية العائدين من مدينة أوهان الصينية عائدين سالمين آمنين لأوطانهم بعد إجراءات احترازية اتخذت من الجهات المعنية كافة التي كانت عند مستوى الحدث. محمد حلمي، النيل. ظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون علنا للمرة الأولى خلال 22 يوما منذ الإعلان عن ظهور فيروس كورونا المستجد، وذلك زيارة ضريح قومي وإحياء الذكرى السنوية 16 لميلاد الزعيم الراحل كيم جونغ أون. ولم تعلن كوريا الشمالية عن أي حالة إصابة بالفيروس، لكن وسائل إعلام رسمية ذكرت أن الحكومة مدت فترة الحجر الصحي للأفراد التي ظهرت عليهم أعراض الإصابة خلال 30 يوما، ولم يرد تحليل لماذا لجأت وسائل الإعلام إلى صياغة هذا الخبر. لجأ القائمون على المستشفيات الصينية إلى الريبوتات لتقديم الخدمات إلى المرضى المصابين بفيروس كورونا داخل المستشفيات الصينية، وهم يتنقلون بين غرف المرضى لتقديم الطعام لهم دون أي اتصال مباشر بين الممرضين خوفا من انتقال المرض. الصين على ما يبدو تستغل الحدث لترويج نفسها بشكل جديد. نستكمل معنا مناقشة هذا الملف في انتشار فيروس كورونا، هذا الحديث العالمي وهو محور هذه الحلقة. الصين تخرج علينا بحدث جديد، كما خرجت بتكنولوجيا جديدة تنتقل بين غرف المرضى. الصين تقر بعقوبة الإعدام لمن يخفي إصابته بهذا المرض. سنناقش في هذه الحلقة تأثيرات هذا الفيروس على التجارة داخل الصين. تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الصين إلى 70,000 إصابة، فيما بدأ خبراء دوليون اجتماعات مع نظرائهم الصينيين لمناقشة كيفية التصدي للوباء الذي يثير قلقا عالميا.
وارتفع عدد الوفيات إلى قرابة 1800 حالة في البر الصيني بعد تسجيل حالات وفاة جديدة في مقاطعة هوباي، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى في ديسمبر الماضي قبل أن ينتشر في الصين وخارجها. وسجل عدد الإصابات الجديدة زيادة كبيرة الأسبوع الماضي بعد أن غيرت السلطات في هوباي معايير إحصاء الإصابات لتشمل الأشخاص الذين يتم تشخيصهم من خلال تصوير الرئتين. وتتزامن الأرقام الجديدة مع إعلام منظمة الصحة العالمية أن خبراء دوليين ضمن مهمة مشتركة بقيادة المنظمة وصلوا إلى بكين وأجروا أول اجتماع لهم مع نظرائهم الصينيين. وكانت السلطات الصينية قد فرضت الحجر الصحي على ما يقرب من 56 مليون شخص في هوباي وعاصمتها ووهان، وعزلت فعليا المقاطعة عن باقي أنحاء البلاد في مسعى غير مسبوق لاحتواء الفيروس. وحتى مع إصرار الصين بأنه قد تمت السيطرة على الوباء، أعلنت سلطات هوباي تجديد القيود على الحركة في أنحاء المقاطعة. وتشمل تلك القيود تعليمات واسعة بأن يتم عزل مجمعات سكنية وقرى عن زائرين غير ضروريين، وفرض إدارة صارمة على خروج الأهالي من منازلهم. كما طبقت السلطات المحلية في أماكن أخرى في الصين تدابير لمحاولة وقف انتشار الفيروس، حيث قامت حكومة بلدية بكين بتفعيل قرار يفرض على الناس القادمين إلى العاصمة الخضوع لحجر صحي ذاتي لمدة 14 يوما. وفيما تواجه الحكومة الصينية انتقادات إزاء طريقة تعاطيها مع الأزمة، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن على الحكومة زيادة استخدام قوة الشرطة خلال الأزمة، كما تم إقالة عدد من المسؤولين المحليين للتقصير في تعاملهم مع الأزمة. أهلا بكم مشاهدي الكرام، باسمكم مباشرة أحيي الدكتور ضياء حلمي المتخصص في الشؤون الصينية. أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك دكتور. هذا الإعلان ماذا يعني؟ أن الصين تفرض بعقوبات جديدة تصل إلى حكم الإعدام لمن يخفي فيروس كورونا، ماذا تقصد الصين بهذه الإعلانات؟ هو الحقيقة المراقب للسياسة الحازمة للصين بشكل عام يجد أن دي مش مفاجأة ولن تصل الأمور إلى هذا الحد، ولكن للسيطرة على طريقة الحياة في الصين، الثقافة، التعداد السكان الضخم، عادة ما تلجأ الصين إلى التلويح بعقوبات صارمة في الأزمات الكبيرة، وأزمة فيروس كورونا الجديد هي أزمة كبيرة بحق. وهل هي قادرة على أن تصل بالعقوبة إلى هذا المستوى؟ في السابق التجربة كانت حقيقية، فرضت الصين في مرحلة من المراحل التي كانت تعاني فيها من أزمات مالية واقتصادية عقوبة الإعدام على من يغش في رغيف العيش ومن يغش في المنتجات الغذائية، وطبقت بشكل محدود وتراجع الناس فورا. لهذا العقل الجمعي للصينيين يدرك أن الحكومة جادة، وهذا الأمر يمكن يستحق، لأنه ظهر والطبيعة البشرية مش للصين، ظهر بعض الناس اللي بتحاول تخفي مثلا عندها ده داخل الصين فقط إن عندها الفيروس أو إن هو عنده أنفلونزا أو برد، لأنه في البعض حضرتك يكون حاملا للعدوى ولكن لا تظهر عليه أعراض، ودي حالة مهمة، فهو اضطر اضطرارا إلى هذا. قد تبدو قاسية جدا، ولكن أشك كثيرا في أنها ستطبق على أي حالة، ولكن هي حالة ردع عام للجمع الصيني، والتي تجد أنه لها ضرورة في ظل 1.4 مليار وتواجه مشكلة ضخمة زي كده، لأن الموضوع تضخم في الآونة الأخيرة، ولكن هو شكل الأمور إلى تراجع، بس هو كان مضطر يقول كده في اللحظة. طب الصين في كل التصريحات التي تأتي منها تعقيبا على انتشار الفيروس أو الأعداد التي تتوالى ارتفاعا سواء من المصابين أو من الوفيات، الصين تحاول أن تهون من تأثير هذا المرض وانتشاره والإجراءات الاستثنائية التي تقوم بها على حركة التجارة تحديدا من الصين إلى غيرها، هذا شق. الشق الآخر طبقا لبيانات أيضا تأتي من خارج الصين أن هناك أعداد انخفاض من أعداد من يخرج من الصين إلى الدول الخارجية، وأعداد وانخفاض في أعداد من يذهب من خارج الصين إلى الصين، كيف الربط؟ وهل بالفعل الصين دقيقة في هذا التصريح أم أنها تخفف من وطأة هذه الأزمة؟ هو الحقيقة الصين تتعامل مع هذه الأزمة كدولة مسؤولة، يعني هي مش بتخفف، وبرضو ده يعني أمر يجب أن نتوقعه، أنها تحاول أن تخفف من حدة الأزمة،
في ظل أنها تتخذ كافة الإجراءات الممكنة التي يمكن أن تتخذها أي دولة لمواجهة المرض. اختيار الصين إلى تقليص عدد الخارجين من الصين وتقليص عدد الدخول هذا في مصلحة العالم. هل هي بتقلصهم أم أن الصينيين في هذا التوقيت القادمين من داخل الحدود الدولة الصينية غير مرغوب فيهم؟ هو جزء من الأمر توقعها لأنه غير مرغوب فيهم، لأن لو حضرتك تذكر في بداية الأزمة دول كثيرة أعادت السياح الصينيين إلى الصين بالاتفاق مع الحكومة الصينية بما في ذلك مصر أيضا. كان لدينا آخر طائرة حملت سياح من الصين 4 فبراير على ما نذكر، ثم تم بالتعاون والاتفاق مع دولة صديقة زي الصين أن اتفقنا سويا على إيقاف الرحلات الجوية حتى تتضح الأمور، لأن ليس من مصلحة الصين أيضا انتشار المرض وأن يلتصق به. حتى عشان كده تلاحظ حضرتك أن منظمة الصحة العالمية أصدرت في جنيف، السيد تيدروس قال وهو رئيس المنظمة من جنيف، لا نريد أن نلصق هذا الفيروس بدولة ما، ولكن نقول أنه وباء عالمي. في البداية قال مش وباء عالمي، ثم حينما تدهورت الأمور اعترف أنه وباء يحتاج تضافر الجميع، ودعا الدول العالم كله إلى الوقوف بجانب الصين، لكن حاول يخليها مش تهمة صينية. فهو الصين جزء فيها اللي حضرتك تفضلت بيه. قد تخشى الصين من بداية عقل جمعي، الخوف من واحد صيني موجود، وده موجود الحقيقة. الطبيعة البشرية يعني حاول تتخيل حضرتك ان في حد صيني موجود في مجتمع دلوقتي، في مؤتمر، في ندوة، في مكان عام سياحة عند الهرم، في اي مكان في دولة اخرى، هيبقى في حالة هلع وفزع قليلا، في حالة ذعر، في حالة ترقب. الصين لا تريد هذا، هي تريد أن تنغلق، وهي تستطيع الانغلاق كما عودتنا حتى بدون أزمات، تستطيع الانغلاق وتستطيع العودة مرة أخرى. فهي زي ما تقول حضرتك انغلاق اختياري، عزلة اختيارية مؤقتة، وقد فعلتها الصين من السابق في حالتها الاقتصادية، عملت عزلة اختيارية ثم خرجت إلى العالم ماردا كبيرا. فما بالك والأمر يتعلق بفيروس، وهي لا تريد أن تشوه السمعة الصينية. المفاجأة لحضرتك حاجة تمر بك، أنه الصين التي كانت تسعى في الربع الأخير من 2019 والربع الذي قبله كانت بعض الأقاويل أنها تعمل اسم الصين كبراند، تسوق الصين كشخص جديد، كإنسان جديد، جت الضربة في مقتل في توقيت هو يريد أن يعطي انطباع لعلامة تجارية جديدة راقية، الصيني قادم، حتى يروج أو يلغي الفكرة القديمة أن البضاعة الصينية هي البضاعة المقلدة، هي البضاعة المغشوشة، وتقدم تكنولوجيا جدا. هو دلوقتي يخشى على هذه الفكرة جواه، بس هو لن يجاهر بهذا، يخشى بداخله المنظم السياسات الصينية أن يلتصق اسمها بفيروس، لأنه ظهر قبل كده في 2003 سارس، ثم الآن كورونا الجديد. فهو يخشى أن تكون الصين هي مصنعا لتصدير الأوبئة إلى العالم، فيريد أن يعني ينضم الموضوع أو يكون قادرا على السيطرة عليه في أقصر فترة ممكنة. ثم عندهم لديهم خطة أنه حينما تتلاشى الأزمة ماذا نحن فاعلون لديهم. طيب فيما يتعلق بالمنطقة المحيطة بالصين، وهي بالتبعية تعتبر ظهير تجاري مضمون للدولة الصينية، أنه من يتعامل تجاريا في هذه المنطقة المحيطة جغرافيا بالصين هناك انخفاض في أسعار السلع لأن الطلب الصيني عليها في هذا التوقيت قد انخفض. هل هذه قراءة دقيقة؟ وهل بسبب هذه الأزمة وبسبب أنه تدفق التجار الصينيين والدخول والخروج الحر الذي كان في السابق لدول الجوار قد انخفض إلى الدرجة صفر، وبالتبعية انخفضت هذه الأسعار، ومن ثم التأثير المباشر للصين ومحيطها، ثم التأثير العالمي على حركة التجارة التي كانت مصابة بخلل في الأصل قبل هذا الفيروس؟ دي حقيقة. لا ده كلام دقيق. هناك طبعا تأثيرات اقتصادية ضخمة على الصين وعلى دول الجوار، وهناك أيضا تردد في التعامل مع السلع الصينية سيظل لفترة طويلة، اللي هو أنه الناس حتى تحصل على جهاز منزلي
من الصين كما كان في السابق، قد يخشى البعض أنه يكون ناقلا للعدوى. لذلك الدول التي تتعاون مع الصين والدول العربية تحديدا قالت أنها هتعمل بعد نهاية هذه الفترة تقييم لكل بضاعة صينية تدخل إلى دولها. حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية وصل إلى 240 مليار دولار عام 2019، وهو رقم ضخم جدا. كان 190 مليار دولار سنة 2011، وكان 40 مليار دولار فقط سنة 2004. هذا التضخم واعتماد الدول العربية على السلع والبضائع الصينية تضخم كثيرا جدا في الآونة الأخيرة، فطبيعي أن هيحصل تأثر طبعا مع دول الجوار ومع الدول الأخرى، لأننا حتى هذه اللحظة لا يوجد يقين أن البضائع القادمة هل يمكن أن تحمل مثل هذا الفيروس أم لا، وهل يمكن مراقبتها مراقبة دقيقة يعني هل تتسرب. هل في جدال دكتور في هذا الأمر أنه ممكن يكون في حظر أيضا على البضاعة؟ ده مطروح مطروح على الطاولة ولا في إطار الخوف من الإشاعات؟ لا، في إطار المخاوف. طيب حتى الآن في إطار المخاوف. طيب اسمح لي أن أنتقل إلى لندن. معنا من هناك الدكتور أحمد ياسين، وهو خبير الاقتصاد السياسي من لندن. دكتور أهلا بك. أهلا وسهلا. دكتور أحمد، كيف تقيم من موقعك هذه الأزمة؟ كيف تنظر إليها؟ هي بالتأكيد أزمة خطيرة وحساسة تنعكس بتبعات اقتصادية باتت واضحة على مجريات الاقتصاد العالمي ككل. هناك قطاعات اقتصادية بأكملها باتت تسجل حال واضحة من التراجع، مثل القطاع النفطي. أسعار النفط تراجعت بشكل ملحوظ انطلاقا من كون الصين هي أكبر مستهلك للطاقة في العالم، ومستوى واردات الصين من النفط تراجعت لما يزيد عن 4 ملايين برميل يوميا. مثل هذه التطورات هي بالتأكيد. دكتور أحمد، أنا بعتذر للمقاطعة، هل لأن الصين خفضت من صفقاتها أو كميات الاستيراد، ولا ده خوف مما قد يأتي من أزمة اقتصادية مصاحبة لظهور هذا الفيروس؟ لا، الوضع مرتبط مع تراجع قطاعات اقتصادية عديدة في الصين بسبب فيروس كورونا. هناك القطاع الصيني تراجع بشكل ملحوظ. يعني حاليا يمكن القول بأن عجلة الاقتصاد الصيني تنشط فقط بمستوى لا يزيد عن 40% بسبب فيروس كورونا، الذي أثر بشكل مباشر على قطاعات عديدة من القطاع الصناعي، من قطاع النقل، من القطاع السياحي. يعني مثل هذه التطورات هي بالتأكيد تنعكس بتبعات اقتصادية خطيرة جدا. ولكي نفهم ونستوعب أبعاد ما يجري والتبعات الاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا، يجب علينا أولا أن نجري مقارنة مباشرة بين حال الوباء التي يعني يتعرض لها الاقتصاد العالمي حاليا بسبب تفشي كورونا، مع الوضع الذي كان عليه في فترة 2003 وانتشار وباء سارس. في تلك الفترة تراجع مؤشر MSCI للأسواق الصاعدة بأكثر من 12%، ولكن عندما نقارن بين الوبائين يجب علينا أيضا أن نفكر بالتغير الجذري في موقع الصين الاقتصادي بالنسبة للاقتصاد العالمي. الصين بعد 18 عاما، أي بعد الفترة التي ضربت فيها وباء سارس، أصبحت أكبر قوة تصديرية في العالم، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. يعني استهلاك الصين من المعادن الصناعية تضاعف لما يزيد عن 3 أضعاف، ما يشير بوضوح إلى أن حاليا قوة الصين الاقتصادية. هنا يأتي تأثير انتشار وباء كورونا في الصين، انطلاقا من قوة الصين المؤثرة جدا على مجريات الاقتصاد العالمي ككل. حاليا نرى يعني وجهات متتابعة من قبل البنوك المركزية في التكتلات الاقتصادية العالمية الأساسية لكي تزيد من تطبيق سياسة المرونة في سياستها النقدية، يعني توقعا لما هو أسوأ بالنسبة للتبعات الاقتصادية المرتبطة مع انتشار فيروس كورونا، انطلاقا من كون حتى الآن السلطات الصينية لم تتمكن من احتواء هذا الفيروس. وهناك تقارير متتابعة تأتينا من منظمة الصحة العالمية
وحتى هذه التقارير يعني لا تشير إلى أن يعني بات الخروج من نفق هذا الوباء بات قريبا. فقط الأمال تتحدث بأن يمكن بشكل قريب أن يتم إيجاد لقاح لهذا الفيروس، ولكن إلى الآن واقعيا لم يتم احتواء مثل هذا الوباء. والخوف كل الخوف عندما في حال انتقل هذا الوباء إلى دول يعني تعاني من تراجع في قطاعها الصحي، خاصة الدول الأفريقية عندها بالتأكيد التبعات الاقتصادية المرتبطة مع انتشار هذا الوباء سوف تكون أكثر. تبعات اقتصادية على الصين ولا على الاقتصاد العالمي بصورة عامة؟ يعني عندما نقول بأن التبعات الاقتصادية على الاقتصاد الصيني، نحن ضمنيا نقول أن هذه التبعات. أتحدث هنا أنه حضرتك افترضت فرضا دكتور أحمد على أنه ماذا لو انتقل الفيروس إلى اقتصادات ضعيفة أو مجتمعات ضعيفة على المستوى الطبي زي القارة الإفريقية، بتقصد أنه ده هيؤثر على العالم ولا على الصين باعتبارها أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لإفريقيا؟ حينها سوف يؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، انطلاقا من أن القارة الإفريقية يعني بالرغم من أنها يعني تعكس مستويات نمو اقتصادية يعني ضعيفة مقارنة مع الاقتصادات المتطورة، ولكن هناك حال من التداخل الاقتصادي نمت وقويت وتعززت على مر السنوات الماضية. لذلك في حال واجهت هذه الدول وباء مثل فيروس كورونا وانطلاقا من حال التراجع والضعف في قطاعها الصحي، بالتأكيد مثل ذلك سوف يكون له تبعات اقتصادية خطيرة بشكل كبير على الاقتصاد العالمي ككل، وأيضا على الاقتصاد الصيني. يجب علينا أن نذكر هنا بأن الصين يعني مستوى استثماراتها في القارة الأفريقية زاد بشكل كبير على مر السنوات الماضية، وهنا يمكن القول بأن الصين تخطت مؤسسات مالية عالمية في مستوى استثماراتها في القارة الأفريقية مثل البنك الدولي. نعم، طب اسمح لي، الوقت قد انتهى، ولكن لي سؤال أرجو أن تكون الإجابة فيه مجازة لو تكرمت دكتور. من مصلحة الولايات المتحدة صاحبة الحرب القديمة، الحرب التجارية بينها وبين الصين، أن تتعافى الصين أم أن تتعثر لفترة ما؟ هناك منافسة قوية جدا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهذه الحرب التجارية التي شاهدناها على مر ما يقارب السنتين هي فقط المظهر لهذه المنافسة الشرسة والحادة بين الدولتين، لأن معالم الاقتصاد العالمي للمرحلة المقبلة سوف تكون منطلقة من قبل قطاع اقتصادي أساسي وقطاع التقنية الذكية، وهنا تأتي المنافسة بين الدولتين. الصين متجهة إلى استكمال برنامج تسويق مهم جدا بالنسبة لنقلة الصين من الاقتصاد الصاعد إلى الاقتصاد المتطور تحت مسمى صنع في الصين 2025، وهناك مخاوف أمريكية واضحة من أن الصين سوف تصبح أكبر قوة اقتصادية في العالم. وبناء عليها دكتور، الوقت قد انتهى كما أشرت لك، هل من مصلحة الولايات المتحدة أن تنتهي هذه الأزمة أم أن تظل إلى فترة؟ بإيجاز أرجوك. يعني أعود وأذكر بالمنافسة بين الدولتين، قد يكون من مصلحة أمريكا أن يستمر وباء كورونا بالتأثير السلبي الاقتصادي المباشر على الاقتصاد الصيني حتى يعني يزداد الاقتصاد الصيني في تراجعه وانكماشه، ومن ثم يعني تتراجع المخاوف من أن الصين سوف تتجاوز الولايات المتحدة كأكبر قوة اقتصادية في العالم في المستقبل القريب. هنا أشكرك من لندن الدكتور أحمد ياسين، وأنت خبير الاقتصاد السياسي إذ كنت معنا هاتفيا من هناك. كيف تعلق على هذه الفكرة أن الولايات المتحدة قد يفيدها أن تستمر هذه الأزمة إلى فترة ما أطول من ذلك؟ كنت هطلب من حضرتك ان انت تديني نفس السؤال لان عندي ليه تعليق. الحقيقة المتابع والمحلل، لانه هيبقى صعب ان احنا نعرف كيف تفكر الولايات المتحدة بحق، ولكن المتابع لتصرفات الولايات المتحدة وتصريحاتها ومد يد مرعوشة لمعاونة الصين ما حاولتش حتى تتعاون، ده بيشي بالامر تماما. يتضح لأي حد بيحلل أن الولايات المتحدة الأمريكية في قناعتها الشخصية أن هذه الأزمة هي فرصة أمريكية جيدة، وأن من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن يستمر فيروس كورونا إلى أبعد مدى ممكن، لأن الولايات المتحدة تفكر دائما بفكر براجماتي إن هي بعيدة وبالتالي المواطنين بتوعها في أمان، وبالتالي تحصل الحروب والمشاكل للبشرية كلها هم they don't care،
عادي طالما انا هو قالها دونالد ترامب قال لك امريكا كومز فيرست، ما قالش ان في اي مسؤوليه للكون او للمجتمع زي ما الدول الكبرى الاخرى بتقول. رقم واحد انا رقم واحد واي دونت كير، وعمل وقائع ووقيعه شديده مع اوروبا، وده سر التناطح الشديد بينه وبين الجبهه الاخرى فرنسا والمانيا، وهي واضحه ان هم ليس راضيين عن سلوك امريكا. لكن لو عايز حضرتك الراي العاقل والمنطقي، لا طبعا ان سقوط اقتصاد الصين هو سيتهاوى مع اقتصاديات كبيره بما فيها الولايات المتحده. احنا مش بنتكلم على سقوط دكتور، هنتكلم على تعثر. هو التعثر هيبقى خارج السيطره بعد فتره. واقول لحضرتك على حاجه يهمني ان انا اسجلها واحنا نتحدث 17 فبراير 2020، هذه الازمه في توقعاتي الشخصيه وبناء على ما مضى في تحليلي الشخصي ستستمر بالكاد الى منتصف العام، ثم اللي هو لحد شهر 6. انا تنبأت قبل كده بنهايتها في شهر بنهايه شهر ابريل، وهي هتبتدي تنحسر قليلا فقليلا، هيتم ايجاد لقاح ومصل ليها، ستتعافى الصين منها. الصين خرجت بخسائر 40 مليار دولار في سارس 2003، الان تقدر الخسائر بما يقارب 160 مليار دولار، وقد تزيد قليلا. ان تتعافى من هذه الازمه وأن تعوضها في الربع الثالث والربع الرابع من هذا العام. لديها تكنولوجيا متقدمة فعلا، وهي لن تختفي في يوم، يعني حتى التكنولوجيا الصينية والمعرفة الصينية لن تختفي، بالعكس كل المحللين الاقتصاديين يروا أنه بدءا من عام 2025 سوف يكون الاقتصاد الصيني رقم واحد على العالم، والاقتصاد الثاني هو اقتصاد الهندي، والولايات المتحدة 3 وروسيا 4 ومصر 6. ده في وكالات وفي محللين وفي ناس تردد هذا كثيرا فعلا، ولذلك انا بقول لحضرتك لن تتوقف الصين عن تقدمها الا زي ما حضرتك تفضلت تتعثر. طب وده بيقودنا الى امر ما، هل داخل الصين هناك ما يروج كما روج لنا في بدايه هذه الازمه؟ هل هناك حديث عن نظريه المؤامره؟ هناك حديث من يعني يمكن من أكثر من أسبوع أنها قد تكون نوع من أنواع الحرب البيولوجية، وهي حرب موجودة ومطروحة. الصين كدولة كبيرة وليس لديها أدلة دامغة لا يمكن أن تجازف بتصريح مثل هذا، ولكن يتردد همسا كثيرا داخل الصين، يتردد للمواطنين بداخلهم أن هذه مؤامرة وأنها تمت بحبكة، ولكن لديهم ثقة كبيرة. ولكن جدا ده يقودنا إلى أمر ثاني، أنه حتى هذا التوقيت لا توجد رواية رسمية عن أسباب انتشار هذا الفيروس، ما هو المنطلق الذي خرج منه هذا الفيروس؟ بالضبط، ده بيؤكد كلامي أن الصين لا تريد أن تجاهر بسبب مباشر هي غير متأكدة منه، زي ما تقال إنها الخفافيش وغير متأكدة منه. ده مش معناه يعتبر عجز طبي، غير أنه عجز، يعتبر اعتراف منها أنه لا توجد يد خارجية، هي تتأنى وتواجه المشكلة، ولكنها قد تخرج في يوم ما إذا كان لديها أدلة واقعية وواضحة. ولكن ربط الأشياء، هذا هو التحليل الاقتصادي والسياسي، ربط الأشياء أن أمريكا لم تقدم أي يد للعون أو تحاول أن تتعاطف مع الأمر، وهذه سابقة وظاهرة، ولكن لم أفاجأ أن روسيا أعلنت مباشرة والدول الصديقة للصين أنها تريد أن تتعاون معها في أمصار وبحثيا وفي وطبيا. الصين ستتعافى من هذه المشكلة ولن تعيقها طويلا لتعود تكنولوجيا رقم واحد في العالم. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور ضياء حلمي، وأنت المتخصص في الشأن الصيني، أشكرك على هذه الإضافة. شكرا، والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام، هذه نقطة ختامنا، سلام الله عليكم.